بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين الطويرات ديالكم؟ كي داير الاهل؟ اسال الله التوفيق لنا ولكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وضعت اليوم كاميرا مراقبه في عند الطيور باش ان شاء الله الرحمن الرحيم اقدر نراقب السلوك ديالهم لوقيته اللي ما نكونش، نشوف التصرفات ديال الذكور والاناث، ونشوف شكون هما لا كاين شي جار بيناتهم او لا كاين تلاؤم بيناتهم مزيان، هادي باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوف شكون اللي غنبدا ليهم باش نقدم ليهم الاعشاش. حكم هاد الايام تنكون غائب تقريبا 48 ساعه الى اكثر على الطيور ديالي بحكم العمل، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقني ان شاء الله الرحمن الرحيم باش ما يخصهم حتى شي حاجه. تنشوفوا قدامنا دابا هنايا هادي انثى ديال تيمبرادو، الحمد لله هي انثى جاهزه قريبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الذكر ديالها، وهنا كاين ذكر ديال الفايو وانثى ديال الفايو. فوق منهم كاين الريد فاكتور. الانتاج كان عندهم هاد العام غير وليد واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم، نطلبوا الله يوفقنا هاد العام. انا نحرك الكاميرا شويه باش يبانوا ان شاء الله. هما ما تنعطيهمش الكولور، ولكن في المستقبل ان شاء الله غادي نحاول ويكون غير طبيعي عن طريق الباربا والفلفله الحمراء خيزو ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش يركز ليهم اللون ديالهم باش يبان ان شاء الله. مره راه تيغرد هذاك الذكر بقوه، يعني الحمد لله بدا تيزهجوا الطيور عندي كاملين. يعني ما بغيتش انايا ندخلهم دابا في ندخل لهم الاعشاش حتى نكون متيقن ان شاء الله الرحمن الرحيم بانهم الاناث واجدين باش ما يبقاوش يلعبوا بالخيوط وهذه. وانتم غادي تشوفوا في هذا الفيديو نيت راه واحد الحيله كنديرها قبل، كنعلق خيوط في الاقفاص باش الاناث تبدا تجرهم. نوريكم الاخوان واحد الحيله صغيره كنديرها الا بغيتوا تعرفوا الاناث واش بغات دير العش ولا غير الله تتوجد ولا كتلعب ولا، كنشدوا الخيوط ديال العش كنعلقوها ليهم شي قنيات هنايا غير واحد ولا جوج، كنعلقوها للاناث تتخليها ليها تتشوفها واش غتجي ليها، شوفها واش غتجي ليها ولا ما تجيش تهزات ديها. دابا شي وحدين اللي هضرتهم ليهم تيجيو تيجريو تيهزوهم وتيديهم تيبغيو يلعبوا بهم ولا تيبغيو يديروا بهم العش، تما تتعرف الاناث راه باغا بدات تتوجد. هذا حيله تنديروها ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نعرفوا الاناث واش باغا تجمع العش ولا لا. انتما الاخوان تتشوفوا قدمت الكرافس والخص للطيور، تنقدمهم ليهم بواحد الكميه قليله على وليدات الجلوستر. الطيور البريه حتى هي راه معانا حتى تجي حتى هي تتعيش. هانتوما انا قدمت الطيور في الاقفاص، هذا الكرافس اسم كرافس الخص. اكلها وتبارك الله، شوف شنو خلاو كما تشوفوا لله الحمد. الارضيات ديال الاقفاص النظافه انا تنصح بها الاخوان دائما وابدا. شوفوا هذا واش باقي، هذا الاناث هما الاكثريه تيوسخوا. اللهم لك الحمد والشكر. الكلوستر الكرفس كلشي قدمت له الخص والكرافس. هانتوما كتشوفو راه عندي له حتى ياكلو. اسأل الله اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق للجميع، اللهم يسر.
ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا مريم، اللهم لك الحمد والشكر. مباشرة بعد الانتهاء من حمام ديال السباحة ديال الطيور وتقديم الفيتامينات أو الدواء، تنحيدهم تنمشي نغسل الأواني باش اللي كانوا على الطيور ديك الساعة ما تخليهمش يتعطلوا، ما تكونش فيهم شي حاجه لا قدر الله يكون فيها اذى للطيور ديالنا. هذا الشيء هو اللي كاين، ماشي تغسلهم 100% بجافيل والتيل، لا نغسلهم تنشللهم وصافي، مره في الشهر ولا مره في شهرين عاد تندير ليهم الكلور ونغسلهم. اما في الايام العاديه تنحيدهم من تما، تنجي نغسلهم مزيان بواحد الشيته وتنشللهم صافي وتنحطهم، والله المستعان.